رامي ايده لجمال عبد الحميد. الجول الثاني، الجول الثاني غلطة اكرامي، غلطة اكرامي وجمال عبد الحميد. الجول الثاني ليه؟ مفيش فيها كلام. كان ده موجود بيعمل لنا استثارة. طب بص الجون بتاع اسكو ده، بص بص الجون ده اسكو، خلي بالك اسكو والاهلي. بص الكرة دي ضغط عليه. مين اللي دخل ده بقى؟ ده احمد ابو رحاب. ولا احمد ابو رحاب ولا عطية؟ لا ده عطية. جسمك يا ابو رحاب. استرافق ابراهيم، رافق وعباس لجمال عبد الحميد للخطيب، والخطيب لمختار، وماشي مختار يلعبها بالعرض. محمد عامر هو جول، هو جول، هو جول. عبد الحميد للخطيب، والخطيب لمختار، وماشي مختار يلعبها بالعرض. محمد عامر هو جول، هو جول، هو جول. للاسف خسرنا 2-0 اول تايم، وكنت احتياطي ايام مستر كوتشان، لعبت تاني تايم وكسبنا من ورابي 4-2، وده اول اهداف اللي جبتها. وبعد كده الحمد لله وفقنا في حصه اهداف اخرى، فوزنا 4-2 بنتيجه المباراه.